السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الكود النيوزيلندي وده الملحق الخامس اللي هو البروجكت بريف اكزامبل. ده مثال عليه يعني. فهنبدأ نشوف مثلا ده مثال على المشروع من المشاريع. لازم يتكتب مين اللي عمل البيم بريف واسم من أي شركة وده اللي أنا تعديل فيهم يعني. ممكن يكون في أكتر من ريفيجن. وبعد كده بحط بقى معلومات المشروع، اسم المشروع، الوصف بتاعه، مين المالك بتاعه، المكان بتاعه فين. وبعد كده بيبقى في زي سكادول المشروع المفروض هيبدأ امتى، كل مرحلة من المراحل ومفروض تسلم امتى، والكي بروجكت كونتاكت الناس الأساسية في المشروع بأرقام تليفوناتهم بالإيميلات بتاعتهم عشان نقدر نتواصل معاهم. أهداف المشروع لسه متكلمين عنه في الملحق الرابع، وكل حاجة بنحدد لها البريورتي بتاعتها، هل هي مهمة أوي أو متوسط الأهمية، والريكويرمنت اللي موجودة الاستخدام مثلا كذا، طب ده يبقى الأن سيبلين وهكذا. الكلاينت الريكويرمنت بتاعته، البروجكت ديليفرابلز الحاجات اللي هتسلم في الآخر، مثلا هسلمك مثلا الموديل فانيتي ديت، الكوست استيميشنز فانيتي ديت، ال 3 دي كوردينيشن. ممكن ابعت لك بي دي اف تقول لا انا عايز انستول، تسوي لك ما تبقاش عارف في العقد، فلازم تكون الامور كلها واضحه في قلب الاتفاق.